أم ملك، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أكلم الدكتور. اتفضلي اتفضلي يا أم ملك. أنا معدتي بتوجعني على طول يا دكتور، وعندي والقولون تعب، كل ما أروح لدكتور يقول لي عندك القولون العصبي على طول الناحية الشمال تعباني، فأخدت جميع الأدوية للقولون فبرضه لسه الوجع مستمر ببطني في الناحية الشمال. له علاقة بالأكل ولا ملوش علاقة بالأكل؟ لا ملهوش علاقة بالأكل، يعني موجود ليل ونهار ليل ونهار، يعني بيروح مثلا ربع ساعة يجي ساعة يروح كده يعني، على بس باستمرار طول الوقت ما بيروحش. سن كم سنة؟ سن كم سنة؟ أم ملك 33. 33 سنة، ومتجوزة ولا مش متجوزة؟ أنا متجوزة. طيب اقفلوا، انا هقول لحضرتك العلاج تاخده ازاي. هي بص حضرتك، احيانا الدكاتره بتنسى حاجه مهمه قوي، ان معروف ان الزبادي حلو للقولون على فكره، تمام، بيهدي البطن. لا القولون هو مش حلو قوي للمعده، الحلو للمعده اللبن الحليب طبعا. يعني اما الحلو للقولون الزبادي. الزبادي ساعات الزبادي اللي هو حامضي يعني اتساب شويه او كده يتعب المعده لانه بقى حمضي، تمام، لكن اللبن قلوي. معلش حلو، انت كنت انا كنت انت كنت ادبي علوم مش كده؟ انا كنت ادبي في ثانوي وبعد كده دخلت محاسبه. طب وبعدين انا عامل ايه بقى؟ يعني ماسك الاثنين. يعني ايه الفرق بين القلوي والحمضي؟ الحمضي ده اللي يعني الليمون زي ما تقول يعني بي بيهرف البطن شويه. لا هو الحمض زي ماشي، الحمض الهيدروكلوريك او الكلام ده، فده حمض. القلوي يريح المعده، الحمضي احيانا يتعب المعده. فانت دلوقتي يا ست الكل هتحاولي تبعدي عن منتجات الالبان كلها، يعني سواء الحليب او سواء جبنه او سواء زبادي او اي حاجه، لان احيانا بيكون القولون نفسه فيه حساسيه لمنتجات الالبان فانا استبعدها. ما ناكلش اي حاجه فيها يعني عارف انت حبيبات، زي دلوقتي الجوافه مثلا، الرمان، فيها حبيبات حتى طبعا، عنب، العنب، القرم هيطلع البذر بقى، معلش البطيخ ببذره حلو، واخد بال حضرتك؟ فنبعد عن دي، يعني ناكل اكل خفيف، شويه الرز، المكرونه، البطاطس، مش عارف ايه. الاكل ده مهم جدا طبعا، الحدق والحراق والمسبك، شوف انا قلت لهم على طول حدق والحراق والمسبك، دول نبعد عنهم. مهم، تمام. هناخد حاجه اسمها دوجماتيل 50 مللي جرام، حبايه قبل الاكل مرتين في اليوم، قبل الاكل بنص ساعه مرتين في اليوم. الدوجماتيل ده 90% هيحسنك ان شاء الله، بس خديه استمر عليه 3 اسابيع على الاقل قبل ما اجيب نتيجه، ونشوف الوضع ان شاء الله وكلمينا تاني. تمام.